ننتقل لفقرتنا الأخيرة لنحكي عن رياضة خاصة بالرجال، بس صارت موضة بالفترة الأخيرة صارت موضة عند ولازم النساء كمان. ولازم أكيد رح نحكي مع بعض عن لمحة من النشاط الحيوي مع الرياضة تسمى بأنه هي الفن النبيل، حيث تعد الملاكمة هي أحد أنواع الفنون الرياضية القتالية ورياضات الدفاع عن النفس، تمارس عادة داخل حلبة صغيرة مربعات الشكل، وتقام بين شخصين بفوز واحد منهم بعد عدة جولات، بتنتهي هي الجولة عندما لا يستطيع أحد من اللاعبين الدفاع عن نفسه وفقا لقرار الحكم. أكيد ليا، لنحكي عن هي الرياضة أكثر. بصيرنا نرحب معنا بالمدرب علاء مشلي، مدرب معتمد من الاتحاد السوري للملاكمة. يسعد صباحك. يسعد صباحك. أهلا صباح وسهلا. الخير. صباح الخير كوتش. صباح النور. أهلا صباح أهلا الرياضة وسهلا. والنشاط صباح الخيرات. وجميع أنواع القتالات. خلينا نحكي بالبداية، بما أنه حضرتك بطل بالكيك بوكسينج، خلينا نحكي يمكن الملاكمة والكيك بوكسينج هنن يمكن كل شيء، في فرق ولكن بين هون وهون، يعني في فرق بين اختلاف اللعبة نفس وفرق. الحركات ونفس النتائج. لا غير، غير هاي اوكي بتختلف عن هاي اوكي شوي. خلينا لك عن نطلع اكثر شو الفرق بين تمام. هلا بيناتهم. الفرق بين الكيك اللي هي لعبة قتالية استخدم فيها الرجلين، استخدم فيها الايدين. فرق الملاكمة هي بس ايدين. فنحن حتى بيفرق عنا الدانس، وبيفرق عنا الجارد اللي هي وقفة الملاكم وتأسيسه للملاكم، فبيفرق الجارد عنا. لعبة الكيك بوكسينج يستخدم فيها هي الرجلين، يعني لعبة قتالية مع الرجلين، يعني ايدين مع الرجلين الحركة، اما لعبة ملاكمة فقط بس ايدين. بس في حركات خاصة يعني هلا حركات خاصة هي للرجلين، بتختلف، لأنه اكيد حركات الرجلين، يعني متى ما دخلت الرجلين مع الملاكمة أي تمام، تمام. الايدين لحال والرجلين لحال، لان احنا عندنا بالملاكمة ممنوع تضرب برجل تمام، اما بالكيك بوكسين بيستخدم الرجلين، طيب فهذا الفرق بيناتهم. قبل ما نحكي بالتفاصيل عن هي الرياضة، خلينا نحكي عن حضرتك. حضرتك فائز بعدة ميداليات وكنت أنا بتمثل معي بطولة سوريا. عرب بفئة الشباب بالكيك بوكسين، ومعي 6 جمهوريات على وزن 66، كنت أنا مالكه لهذا الوزن ما شاء الله. بفئة الشباب صار معي إصابة، فاضطريت إني أترك البطولات والتفت للتدريب، فانتسبت لنادي الشرطة وصرت مدرب وعم نمشي. نعم. يمكن قديش مهمة هي الرياضة، وهلا كنت عم تذكرنا تحت الهواء انه عندكم بطولة للسيدات. خلينا شوي ننتقل ونحكي عن الكيك بوكسينج او عن الكاراتيه. هلا كيف نحن خلينا بالملاكمة، نحن هلا بالملاكمة، خلينا عن الملاكمة. على الملاكمة، خلينا نحكي عن السيدات، خلينا نحكي عن يمكن كيف عم يتم تدريبهم، يمكن انعم بيكون هلا التدريب نحن مع النساء. لتجهيزاتنا هلا في عندنا ب 17 الشهر بطولة كأس الجمهورية اللي هي للرجال تمام، مشارك فيها عنا فئة أوزان، يعني من 17 شهر ل 20 شهر عنا مقام البطولة. في عنا هلا بالنسبة للسيدات، هلا نحن عنا الاتحاد العربي السوري اللي هو يقيمه الأستاذ عيسى نصار رئيس الاتحاد، عمل هلا نحن صار عنا إقبال كثير للسيدات بالنسبة للعب، فمن حبهم للملاكمة فصارت الأندية تدربهم، وهلأ عم نسويهم لقاء ودي للسيدات لحتى نفتح الطريق لقدام، يعني نفتح طريق للسيدات لبطولات جمهورية، لبطولات يصير عندنا أبطال كخطوة سيدة. أولى فينا نقول كخطوة أولى فينا نقول كخطوة أولى نوعا. إيه في عندنا هلأ كثير نحن أقبال للسيدات، كثير صار عندنا أقبال لهذا الموضوع، يعني يعني ما في نادي إلا ما في سيدات بيجوا، يعني هن بالفكرة يعني إنه العالم بتخاف منها كبداية، بس بتنصح فيها نوعا ما إيه النساء أكيد. إنه يقوم بهي نحن الرياضة؟ بننصح فيها لسبب، هي اللياقة عالية تمام، اثنين في عالم نحن بتتحسس بتخاف بتقول لك انه هي اللعبه فيها خطوره فيها كذا، لا صح. نحن كثير بنكون حريصين على هذا الموضوع، يعني نحن اي لاعب بدنا نلعبه بنحط له واقيه للراس، بنحط له واقيه للفم بحيث انه ما ينأذى، ودائما في عندنا روح بين المدرب واللاعب متصله، يعني بحيث انه مثلا كشف ايد اليسار او كذا انه سكر عن وشك سكر كذا خوفا او حرصا عليه. نعم. طيب خلينا نحكي عن تاريخ هي الرياضه، قديش عمرها فعليا، ونحن عم نشوفها عم تنتشر بالفتره الاخيره هلا نحن بشكل هي تاريخ كتير كبير الرياضة نوعا ما. عام 1923 أول بطل اللي هو أسس عنا هون بالملاكمة اسمه ميسر السيد، هذا أول بطل كان عنا، وبلشت تتطور عنا، يعني تطورت بشكل كثير ممتاز، خاصة هلا عنا بهالفترة ال5 سنين اللي صارت. نحن كان من شهر عنا بطولة عالم، نحن ترشحنا عنا منتخب الوطني، عنا 5 فئات كنا مشاركين ببطولة العالم نحن،
اللي صار فينا انه نحن البطوله كانت بالمانيا فما اعطونا وعلينا فيها لاسباب عقوبات. هيك الرهنه اللي صايره عندنا بالبلد، فما صح ان ناخذها. بس اما طلعنا شاركنا بكذا بطوله ورفعنا علمنا الحبيب برا، وكثير كان يعني المنتخب الوطني كثير كان قوي فظيع وكان مدعوم مزبوط يعني من الاتحاد الرياضي من عنا. وكنا هلا نحن بهي البطوله من شهر كانت بطوله عالم، وكان عندنا الخمس فئات يعني نحن واثقين فيهم كمرتبه اولى. نعم بس ما صار نصيب. نعم السبب الرهني اللي صار عندنا. كوتش خلينا نحكي، ذكرت انه عم تتطور هي الرياضه اكثر واكثر، تمام. خلينا نحكي كيف تطورت، خلينا نحكي يمكن هلا لحلك كيف هي نحن التطور، كيف تعايشنا مع التطور تمام كيف نحن تطورناها للعبه. هلا نحن بنبلش نحن بالاعمار اللي هي نحن بنستقبل بالملاكمه من عمر 9 سنوات لل 40 سنه. طبعا كل ما استوعب الواحد بصغره احسن كان احسن ليلعب. تمام هلا في شيء جديد اللي انا ساويته يلي هو استقبلت من عمر 5 سنوات، يعني كان يجي لي شاب بيلعب عندي فابنه بيكون موجود، هو قاعد بلاقي الولد عم يتحرك مثل ابوه، فشديت انا بلشت شد هالولاد وشوف انه شو بقدر ازرع فيهم لهالولاد. شفت انا كثير يعني شغله حلوه انه من عمر 5 سنوات الطفل عم يستوعب لهي اللعبه، يعني من حبه للعبه حتى ابوه بيقول لي بيروح على البيت بصير بيلعب بيقلدني بيلعب مثلي بيلعب كذا. فانا كثير انبهرت بهذا الشيء وبلشت صنعت شيء اسمه اطفال من عمر 5 سنوات لاعبين ملاكمه. بس نحن هلا حرصه انا ما في بطولات وكذا كونه فئه صغيره. بس قديش فعليا يمكن اذا بلش الواحد بهي الرياضه بعمر مبكر احسن له يمكن حتى بتزيد هلا اللياقه، بتضل عنده لياقه عاليه، بضل عنده خبره قتاليه اكثر، بضل عنده تمرين نفس، لياقته كثير بتكون عاليه بقى. واستوعابه اكثر. نعم يعني بتعرف الواحد مخه فاضي فضغري انت زرعتي شيء تمام مثل زرعتي بذره وطلعت شتله لطفل او صحيح. هون كوتش بدنا نحكي انه اذا حدا جديد بده يبلش بغض النظر عن العمر، طبعا كل ما كان صغير كل ما كان احسن، شو هي الخطوات الاولى اللي لازم يتبعها؟ يعني في رياضه محدده انه ستريتشنج قصص كذا؟ اول شغله في شيء اسمه الاحماء، غذاء مثلا. هلا الغذاء اكيد لا، انه بدنا نحكي كيف بدايه حابب يدخل بالكاراتيه. هلا مالي بالكرفه بالملاكمه. بالملاكمه هلا نحن في شغله، نحن اول ما بيجي نحن في شيء عندنا اسمه الاحماء والسويلي. هذا اهم شيء نحن لسلامه اللاعب ما يصير معه شيء. في شيء اسمه خطوات اللي هي نحن اول شغله بنعلمه اياها كيف يمشي، بدايه المشي تبع الملاكمه، كيف الوقفه تبع الجارد، كيف يمشي، التقدم التراجع اليمين شمال، بعدين مع حركه الايد اليسار مع حركه الايد اليمين. شوي على شوي بقى نبلش نعطيه مثلا مستقيمات اللي هي انه مثلا على الوساده، الدانس كيف بيلتعب. اهم شيء نحن بنرك عليه هو كبدايه هو السويدي. نحن بنكتر السويدي للاعب كرمال نفتح له نفاس يكون عنده لياقه. الشغله الثانيه نحن عندنا الملاكمه بعد ما يصير يتطور تعطيه ثقه بالنفس كثير، يعني بتعرف انه انا ملاكم يعني بتعرفي هلا الوقت هذا الاجيال خاصه هلا اللي فايت جديد يعني كله بده شو يلعب ملاكمه ويعمل عضلات ويعني يعنتر بالحاره. طبعا نحن بفصل كعضلات بس هي عضلات سويدي. اوكي طيب كوتش خلينا نحكي بالختام، يمكن هي اللعبه نوعا ما لازم يكون في اجراءات حمايه بتتخذوها لتدريب اللاعب، خلينا نحكي عن هي لحمايه النفس نوعا ما. تمام. يعني هي اللعبه نحن بنعتبرها عنيفه. هلا هي لعبه عنيفه يعني انت مشان خطوراتها. تمام هلا نحن كثير في شيء اسمه محترفين وفي شيء اسمه هواة. المحترفين نحن كثير بنكون خايفين على سلامه اللاعب يلي هو بالواقيات اللي بنلبسه اياها، بشيء انه نحن نكون حريصين اكثر حتى من اللاعب على حاله، انه بتعرفي اللاعب فوق بس بده يلعب بس بده يضرب بس بده يربح. تمام فنحن اي ضربه مؤثره بياكلها خلال انه بالجوله ففورا نحن بنسحبه بنسحبه لسلامته. لا اللاعب ضاج انه سحبتني ليش كذا انا بدي كمل، هو ما فيه شيء بس نحن خوفا عليه لسلامته بنسحبه. كل الرياضات نحن عندنا كل الرياضات فيها مشاكل، يعني مثلا كره القدم اذا وقع الواحد كل الرياضات كل فيها الرياضة إصابة. صح. بس نحن كمدربين الملاكمه نوعا ما هي تمام، نحن كمدربين نكون كثير حريصين، يعني نحن وقت نحط له واقيه الراس واقيه التم ونشوفه انه اكل ضربه مؤثره فورا بنسحبه. توجيهاتنا نحن بتلاقي الجمهور كله عم يعيط وكذا، فالروح المدرب موصوله مع روح اللاعب. يعني تلاقي اللاعب كل الصوت اللي عم يطلع ما عم يسمع الا صوت مدربه انه نزل ايده اليسار حرصا عليه انه انا بعرفه هلا اذا اكل كروش او كذا بده يطب سكر ايدك سكر كذا، فبضل في مواصله نحن حرصا اتباع التعليمات بشكل دقيق. يعني وكمان قديش مهم انه اللاعب يفصل بين يمكن عدواته الشخصيه و ليك هلا ليش تسمت بالفن النبيل؟
الملاكمة هي لعبة أخلاق، يعني أنا بعرف حالي إنه أي شيء بدي أتعرض عليه إنه أنا قد حالي، فأنا ما بستخدمه بالشارع هذا. يعني كثير هيك يعني إنه مثلا تعرضت لشيء إنه أنا لازم ما أستخدم هذا الشيء، الملاكم بصير لحاله عنده أخلاق. يعني بتلاقي كثير بيباعد عن مشكلة، بيباعد عن شيء، بيباعد خلاص حياته هي الرياضة، بعدين كل وقته تمرين وكذا، ف ببعد عن المشاكل. المدرب علاء مشلي، بدنا نشكرك على وجودك معنا، بنتمنى لك التوفيق. الحلوة والكادر العامل اللي فيها، شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. شكرا فيك.